السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل إن شاء الله شرح المحاضرة الثانية. شرحنا بالجزء الأول الجاستريك موتيليتي، والآن في الجزء الثاني رح نشرح الفومتينج. الفومتينج كتعريف هي طرد مكونات المعدة باتجاه الأسوفيغاس، ومن الأسوفيغاس للفارينكس، ومن الفارينكس للماوث، وبعديها أنا بتقيا مكونات المعدة، يعني عكس الباثوي تاع السولوينج. تمام. هسا definition: it is the expulsion of the gastric content through the esophagus to the pharynx and finally to the mouth. It is a complex act controlled by vomiting center in the medulla oblongata and mediated by cranial nerve, cranial nerves الخمس motor fibers and spinal nerves to diaphragm and abdominal muscles. خلينا نيجي على رسمي هاي عشان نشرح أكثر وأكثر. عندنا، خلينا بس شوي نمحي هذول الأمور. عندنا هاي مكونات المعدة، تمام؟ خليهم باللون الأزرق الفاتح. مكونات المعدة موجودة هون. أنا إجاني تنبيه من تحديدا المظلة أوبلينجاتا الموجودة هنا. من وين؟ من الفومتينج سنتر. إنه والله لازم يصير في عملية vomiting بأي سبب من الأسباب، تمام؟ رح ناخد شو هم الأسباب، تمام؟ فرح يروح إفرنت من vomiting center يلي بالمظلة أوبلينجاتا، رح يروح أكثر من إفرنت، إشي اسمه motor fibers أو الكرانيال نيرف الخمسة، ورح يروح عندي للفرينيك نيرف يلي يروح على، رح يروح على الديافرام، ورح يروح عندي ايضا كمان السبايلن نيرف اللي يروح، رح يروح على الابدومن، ورح يعطي كل نيرف، رح يعطي يعني امر لكل منطقة، تمام؟ بس خليني اوكي تمام. يعني الفرينيك نيرف رح يحكي للديافرام يلي موجود هون، يحكي له اعمل كونتراكشن. السبايلن نيرف اللي يروح، رح يروح على الابدومينال، رح يحكي له اعمل والله كونتراكشن. مثلا الموتور فيربس او الكرانيال نيرف يمكن يعملوا، يحكوا له اعمل كونتراكشن، اعمل اليفيشن، تمام؟ من هاي الامور. ايضا نرجع للسلايد الأول عشان أتوقع تكون وضحت، تمام. It's a complex act، حكيناها الكرينال نيرف الخمسة وسبعة وتسعة عشرة واثناعش، and spinal nerve. السبينال نيرف في فرينيك نيرف بروح على الديافرام، وفي السبينال نيرف يلي بروح على الأبدومين المسل. كلهم هدول بيكونوا زي الإشارة اللي جاي من سنتر نيرفوس سيستم لهاي المناطق، للفارينكس، للأبدومين، للديافرام، إنه رح تصير في عملية فومتينج، ولازم أنتوا كل حدا يعمل وظيفة اللي هو عليه عشان تكون تصير عملية الفومتينج. It's a processed by nausea and salivation and increase in respiration. رح توضح هاي المعلومة. السنتر، السنتر حكينا إنه vomiting center وين موجودة؟ بالمظلة أوبلينجاتا، تمام؟ وفي موجود أيضا إشي عندنا الكيمو ريسبتور تريجر زون. كيمو ريسبتور تريجر زون هو، خلينا نفرض إنه هاي والله المظلة الفومتينج سنتر، وهاي السي تي زد يلي هي الكيمو ريسبتور تريجر زون. طب ليش سموها مثلا كيمو ريسبتور تريجر زون؟ لأنه هي بتتأثر بالمواد الكيميائية، تمام؟ ومجرد ما ترتبط فيها هاي المواد الكيميائية بتعطي زي التريجر، يعني زي مثلا الطلقة، على طول بتعطي إشارة للفومتينج سنتر إنه خلي يصير في فومتينج، تمام؟ It's close to the vomiting center، هيهم قريبات على بعض، إن مظلة أوبلينجاتا. It is stimulation by emetic drug, motion sickness or metabolic causes stimulation of vomiting center، تمام؟ هسا في أشياء بتأدي إلى الاستيميولات للكيمو ريسبتور تريجر زون. إذا صار في استيميولات للتريمو ريسبتور تريجر زون، رح التريمو ريسبتور تريجر زون بالتالي رح يعمل كمان استيميولات للفومتينج سنتر، وبالتالي رح يصير عندنا الفومتينج. هسا عندنا الكوز اوف فومتينج، عندنا أكثر من عندنا طريقتين. إما إنه الكوزس هاد بيروح على طول على الفومتينج سنتر وبيعمل لها ستيميوليشن، فهي بتودي إفرنت وبصير في عملية فومتينج، أو إنه الكوزس هاد بيروح على الكيمو ريسبتور تريجر زون
وبيعمل له ستيميليشن، ولما التكيمو ريسبتور تريجر زون ينعمل له ستيميليشن بيروح على الفومتينج سنتر، والفومتينج سنتر بترد بتروح تبعث افيرينت وبتعمل عمليه الفوم، بتصير عمليه الفومتينج. طيب هسه السنترال فومتينج، الدكتوره حكت انه السنترال فومتينج هذول وين بياثروا على الكيمو ريسبتور تريجر زون، تمام؟ دايركت ستيميليشن اوف كيمو ريسبتور تريجر زون باي دراجز، حكينا امتيك دراجز اللي هم مثل المورفين والكوهول درينكينج، تمام، وباي موشن سيكنس، انا ربطت الثنتين مع بعض اسهل، وباي ميتابوليك كوزز. ميتابوليك كوزز زي دايابيتيك كيتو اسيدوزز، مرض السكري، او الرينال فيلير، او الايرلي بريجنانسي. هسا الأمثلة على مثلا على الميتابوليك كوزز يلي هم الدايابيتيك كيتو اسيدوزز او الرينال فيلير او الايرلي بريجنانسي. في يعني المراحل الحمل الاولى رح يصير في عندنا فومتينج، تمام؟ هسه كيف للان مش معروف صدقا. وفي الدكتوره ايضا حكت انه الموشن سيكنس يعني انا اختل مثلا، في ناس مثلا عندهم دوار البحر، او مثلا عندهم بس يركبوا السياره لفتره او مركبه لفتره طويله رح يصيرهم دوار، رح يصيروا فومتينج، رح يصير لهم فومتينج. ليش؟ لانه انا في شيء عندي، في عندي إشي اسمه السيمي سيركولار كانال. هاي السيمي سيركولار كانال موجودة بالإنترال إير، موجودة بالأذن الداخلية. هاي السنترال كانال فيما لو أنا اختل توازني، تمام، رح تتحفز، ولما تتحفز رح تروح تنبه للتريجر زون، ولما يتنبه ويتحفز تريجر زون رح يروح ينبه الفومتينج سنتر، ورح تصير عندي فومتينج، تمام. هسا الريفليكس فومتينج، هاي الامور اللي بتروح بتحفز الفومتينج سنتر مباشره من دون التريجر زون. بصراحه انا يعني حاس او اللي شفته ان الدكتوره في اشياء كاتبتها بالسنترال فومتينج، بالاشياء اللي بتاثر على الكيمو تريجر ريسبتور، وكمان موجوده ايضا بالريفلكس فومتينج، اي يعني الاشياء اللي بتاثر على طول مباشره على الفومتينج سنتر. بعيننا الله رح نحفظ كل شيء موجود، في حال كان موجود بالشغلتين رح نحفظه بالشغلتين، في حال كان موجود بشغله معينه رح نحفظه بالشغله المعينه. هسه في عندنا unconditioned وفي عندنا conditioned، تمام. في عندنا بالريفلكس اشياء انا مش ضروري يعني اخذ فيها خبره، مش ضروري اتعلمها. هاي الاشياء اي حدا بيبي يعمل له هاي الاشياء راح يعمل فومتينج. بالنسبه للماث، انا لو اعمل اريتيشن اوف ذا باك اوف ذا تانك، اتوقع يعني ما في حدا بالحياه الا عملها، يلي هي لما مثلا ناكل اشي وما يعجبنا، او مثلا ناكل احيانا ومعدتنا تنتلي للاسف، يعني شو كنا نعمل؟ ندخل اصبعنا للفارينكس او للبوستيرور اوف ذا تانك، وبعديها ايش ينعمل لنا؟ فومتينج، تمام. بالنسبه للاستومك، مجرد ما يصير اريتيشن اوف ذا جاستريك ميكوزا، تمام، هذا الاشي بيؤدي لفومتينج. طبعا احيانا بناكل شغله المعده ما بتتقبلها، تمام، فهي المعده خلاص بتطردها لفوق وبتحكي انا مش متقبل هذا الاشي وبتطرده. طيب سيفير فيزيرال بين زي الرينال كوليك، زي المغص الكلوي، زي الكوروناري ثرمبوسيس والتجلطات ايضا. استيميليشن اوف ذا سيمي سيركولار كانال، وحكينا شو السيمي سيركولار كانال، هي المسؤوله عن التوازن. اذا اختل التوازن بمثال موشن سيكنس، اذا اختل التوازن هذا الاشي راح تتحفز السيمي سيركولار، وراح تروح تحفز الكيمو ريسبتور تريجر زون، وبالتالي رح يتحفز الفومتينج سنتر. طيب الدكتورة ليه حطيت تغانو؟ هي حكيت لنا انه الريفلكس فومتينج رح تأثر مباشرة على الفومتينج سنتر من دون كيمو ريسبتور تريجر زون. بعيننا الله رح نحفظها انها للشغلتين. هسا بنيجي للكونديشنت كنترول، هو الاشياء اللي انا بتحتاج لاكتساب خبرة يعني او تجربة سابقة، ممكن من خلالها بعرف انه هذا الاشي ممكن يعمل استيميوليت للفومتينج. فيما لو انا جبت طفل صغير ما تعرض لنفس هذا الموقف، ممكن ما يصير معه فومتينج، او مثلا يكون عنده استيميوليت اوف ذا فومتينج. ممكن انا شفت اشي وانا قبل هذا الموقف عارف انه هذا الاشي يعني ممكن يستيميوليت فومتينج عندي، يعني اشي بيخليني اعمل فومتينج،
ممكن أفاكتوري أنا شميت ريحة وهاي الريحة أنا إلي، يعني زمان يعني بعرف زمان إنه هاي الريحة مثلا والله ريحة سيئة، and psychic يعني أنا نفسيا، يعني مثلا ممكن في ناس لما تصير تحكي لهم عن شغلة ويصيروا يفكروا فيها بيحكي خلص أنا مثلا نفسي لعت أو مثلا لعبنت مش قادر، تمام؟ as a morning sickness أو pregnancy، تمام. هس الأفيرنت according to the site of stimulate، الأفيرنت سواء الكونديشن أو الان كونديشن، الكونديشن ممكن يكون أوبتيك، ممكن يكون أوفاكتوري، ممكن يكون أوديتوري، أو الان كونديشن الجلوسوفارينجيال، تمام. السنترال بروح على direct on the vomiting center، أو أحيانا ممكن ما يروح direct، ممكن يكون some to chemoreceptor trigger zone as semicircular كنال وكنال irritation and psychic، تمام. هدول الأشياء بيروحوا على الكيمو ريسبتور تريجر زون، منضيفهم للأشياء اللي كانوا موجودين. وين كانوا موجودين؟ كانوا موجودين هون، يعني هم الدراج alcohol drinking and metabolic difference أو metabolic causes. هسا بنحكي عن الافيرنتس. طبعا حكينا لكم انه الافيرنتس يعني مسار الفومتينج كثير طويل، فاشي طبيعي يأثر فيه او الافيرنت تاعه يكون اكثر من واحد، لانه مش منطقه محدده ولا مكان معين، هو بيكون من 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 الابدومن تو ذا ديافرام تو ذا اوسيفيجاس تو، يعني كل هاي او فارينكس اورال، كل هاي الاشياء لازم تشتغل عشان تصير عمليه فومتينج ناجحه، تمام. ووضحنا لكم بالصوره اللي تحت. طيب فايكرانيال نيرف عندنا 5 7 9 10 and 12، هذول الموتور نيرف او الموتور فايبرز يلي هم بيشتغلوا اثناء عمليه الفومتينج، يلي السنتر نيرف سيستم او الفومتينج سنتر بيودي لهم، بيودي عن طريقهم اشارات، وكل نيرف بيحمل اشاره معينه، شيء كونتراكشن، شيء اليفيشن، شيء مثلا والله كلوجر زي الابيجلوتاس. طيب في عندنا الفرينيك نيرف، الفرينيك نيرف، الفرينيك كلمه لاتينيه معناها ديافرام، فاحنا لما نحكي فرينيك اذا نعرف انها بتروح على الديافرام تحكي له اعمل كونتراكشن. السبايلال نيرف بيروح على الابدومن، الابدومينال ماسلز، وبيحكوا لها وبيحكي لهم اعملوا كمان ايفنت كونتراكشن. الريسبونس اخر شيء شو بده يصير عندنا فومتينج، تمام. هسه الميكانيزم اوف ذا فومتينج، كيف بتصير عمليه الفومتينج؟ اول اشي بكون عندنا يعني ما في فومتينج انا وانا قاعد عطول يلا عملت فومتينج، في اشارات قبل الفومتينج وفي اشارات اثناء الفومتينج. هسه الاشارات يلي قبل الفومتينج انا بصير عندي نوزيا يعني غثيان، وهذا الاشي يعني احنا يعني اكيد كل حدا فينا حس فيه قبل عملية الفومتينج، بيكون الواحد هيك نفسه لاعية ويعني هو يعني غثيان، ما بعرف اوضح اكثر من هيك. طيب بصير عندنا السليفيشن، تأنا نفسنا ليش بصير عندنا السليفيشن او سلايفيشن. هسا عندنا بنيجي للرسمة هاي مرة اخرى عشان افهمكم ليش بصير في سلايفيشن، لانه صراحة حسيتها معلومة حلوة، تمام. هسا عندنا انه انا هاي الجاستريك كونتنت بدها تطلع وتروح على الاسوفيجاس وتمشي، تمام. طيب هسا انا الجاستريك كونتنت هي اتسي ال وزائد يعني الكايم بشكل عام، تمام. البي اتش لها very low، تمام. هسا المعدة بتقدر تتحمل هاي البي اتش، بس الاسوفيجاس بس الفارينكس بس الاورال كافيتي ما بقدر يتحمله. واحنا عرفنا انه من الفانكشن اوف ذا سلايفا شو كان؟ البفر، صح؟ حكينا لكم اي بي سي دي اف جي اتش البفرينج. ليه؟ لانها بتحتوي على فوسفات وبتحتوي على بيكربونات، تمام. فهي بصير احنا عندنا فيري هاي او فيري انكريز ان سليفيشن فاليوم، تمام، بيزيد حجم السلايفا عشان انا اصير يعني مثلا اتحضر، لانه في فيري لو بي اتش كونتنت راح يطلع لعندي، تمام. فانا راح ازيد كميه السلايفا عشان مهما اجت انا اعمل له معادله، اعمل له معادله عن طريق السلايفا، تمام. لما اعمل له معادله بالتالي انا راح احمي الاسنان من انها تفقد الكالسيوم تاعها، تمام. فهذا لهيك احنا بزيد عندنا السلايفيشن.
نرجع للشغلة الثانية، النوزيا بتترافق معها السلايفيشن increase in heart rate sweating and stomach wall is relaxed. stomach wall is relaxed and antiperistalsis may occur in the duodenum. تمام. هسا يعني هذا الاشي كنا لو نفكر فيه بداية عملية الفومتينج بتحس بس من تحت اشي يعني زي اللي بتقلص من تحت لسه ما في من فوق، يعني الاسوفيجس والفارينكس او ما في اشي بيكون عند له كونتراكشن، بس انه من تحت اشي بيضغطك، فهو هذا الانتي بريستالسيس اوكور ان ذا ديودينم. وخلينا نعرف انه الاستومك بكل عمليه الفومتينج سواء بدايتها قبلها اثناءها الاستومك ريلاكس، الاستومك نهائيا ما بصير لها كونتراكشن. تمام. هسه اشي اسمه الريتشنج. الريتشنج يعني هي انا محاوله التقيؤ، انا بحاول اني اتقيأ، بس هاي محاوله التقيؤ ما مش ناجحه. ليه؟ خلينا ندرسها. intermittent contraction of the diaphragm and abdominal muscles against خلينا بس لهون رح يصير عندنا contraction of the diaphragm والcontraction of the abdominal muscle. نيجي على الرسمة هاي، الديافرام هذا هو اللي شايفينه هون، رح يصير له contraction لهاي الجهة، والabdominal muscles بشكل عام اللي هي فوق الستومك وفوق كل إشي يعني فوق الفيزرال رح يصير لها ايضا كونتراكشن. بس شو المشكله؟ المشكله انه اللور اسوفيجيال سفنكتر، اللور اسوفيجيال سفنكتر الموجود هنا لساته كلوز، ايضا الديافراغماتيك اوبننج از اولسو كونتراكت is also contracted. شو هو الديافراغماتيك؟ اللي هو هاي المنطقه هسه مش الاسوفيجس بيمشي 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 بيمشي، بعدين بفوت شوي بالديافرام، بعديها من الديافرام بيروح على الاستومك. هاي المنطقة يلي بفوت فيها للديافرام ويكون لساته مش واصل للاستومك بنسميها ديافراغماتيك اوبنينج. هاي بتكون لساتها كونتراكشن، لساتها متضيقة، لساتها مش معطي مجال للجاستريك كونتنت انها تطلع لفوق. تمام. هذا الاشي اسمه ريتشنج، وهذا الاشي بيكون before the vomiting. تمام. طبعا في ملاحظات هنا حكينا الدكتورة حاكي انها between the thoracic and abdominal يلي هي ال diaphragmatic يلي هي هاي الثوراسيك، منطقة الثوراسيك هاي هم الثوراسيك لا هاي التراكيا، هون في vertebra thoracic 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 thoracic، وهون عندنا الابدومينال وان، هاي المنطقة بتكون between الثوراسيك والابدومينالز. تمام. المرحلة الثانية اللي هي gastric evacuation، المرحلة الثالثة عفواً. طبعاً هاي المرحلة بصير أثناءها تفريغ لمكونات المعدة وهي مرحلة الفومتينج. the cardiac sphincter relax. بيجي الكارديك سفنكتر يلي هي حكينا عنه يلي هو نفسه اللور أسوفيجيال سفنكتر بيفتح. تمام. and the stomach walls is completely relaxed. حكينا الستومك كل مراحل التقيؤ أو كل مراحل الفومتينج هي ريلاكس. الريلاكس هذا شو بنسميه؟ باسيف ستومك. تمام. powerful contraction of the diaphragm. بيجي الديافرام بيضغط بطريقة قوية على الستومك. تمام. and abdominal muscle، والabdominal muscle الموجودة كمان ترد بتضغط من كل الجهات. تمام. and بلفس فلور، ايضا كمان البلفس فلور ممكن يضغط، يعني هذا الشيء ممكن نشعر فيه اثناء السيفير فومتينج او الفومتينج اللي بيكون فيري 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 سترونج، وبصير عندنا انكريز في الانترا ابدومينال بريشر، شيء طبيعي ما دام زاد عندنا الكونتراكشن اوف ذا ديافرام وزاد عندنا الكونتراكشن اوف ذا ابدومينال ماسلز راح يصير عندنا انكريز في الانترا ابدومينال بريشر. squeezing the relaxed stomach and expulsing its contents to the mouth. هسا المعدة ريلاكسد. شو معنى المعدة ريلاكس؟ المعدة ريلاكس يعني المعدة مرتاحة على الآخر، المعدة المسلز وول تاعونها ريلاكس. شو معناها؟ يعني رقيق جدا، ثين. احنا حكينا متى بيكون ريلاكس؟ عشان خلص بلاها 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 عشان ما اضيعكم. معنى المعدة ريلاكس يعني المعدة مش قوية، بالعكس هي ضعيفة، فلما يعمل هالضغط من هون والديافرام يعمل ضغط من هون والابدومينال مسلز يعمل ضغط من هون، بصير المعدة بتنعصر 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 لحد معين ما بتقدر تتحمل الكونتنت اللي موجودين داخلها، فبتخرجهم لفوق على الاسوفيجس على الفارينكس على الاورال.
relaxed stomach and expulsing its contents to esophagus بعدين to the mouth. تمام. During vomiting the soft palate. اوكي خلينا نيجي لهاي النقطة ونرد ايضا نوضحها على الرسمة. هسا انا طلع عندي كل الكونتنت وطلع عندي للاسوفيجاس. تمام. ولما وصل للفارينكس تتذكروا السوالوينج لما حكيت لكم لما البولس وصلت لهون كان في إلها أكثر من مسار، مسار هنا ومسار لللارينكس ومسار إنها ترجع لورا ومسار إنها تكمل بالفارينكس، وإحنا أصلاً هذا المسار اللي بدنا إياه. هسا الكونتنت أوف ذا جاستريك وصل للفارينكس، والله صار عنده أكثر من مسار، مسار إنه يجي هنا يروح على الريسبيراتوري سيستم، ومسار إنه يكمل ويروح على النيزل كافيتي ويطلع من الأنف، ومسار آخر يلي هو إنه يروح على الأورال كافيتي ويصير له عملية الفومتينج. إحنا بدنا هاي العملية اللي تكون ناجحة، والباقي ما بدنا إياه لأنه هذا الإشي له أضراره. طيب هسا طيب أنا كيف بدي أحمي النيزل كافيتي من إنه يدخل لعنده الجاستريك كونتنت؟ طبعا هاي الرسمة هي لعملية الفومتينج، فشايفين السوفت بلنت هاي، شوفوا كيف عامل كلوجر، شوفوا كيف عامل الإغلاق للنيزل كافيتي، فهو رح يغلق النيزل كافيتي. أيضا الإبيجلوتس رح يصير له كلوجر. تمام. بس في أشياء خلينا نرجع لهنا، كلوجر ذا جلوتس، كلوجر اوف ذا جلوتس اند inhibition of the respiratory to prevent the vomitus to pass to the respiratory passage. تمام. حكينا انه عشان ما يصير هنا تيجي الجاستريك كونتنت رح يصير في closure of the glottis، ورح يصير في عندنا ابنية، يلي حكينا عن معنى الابنية انه توقف مؤقت للتنفس، عشان انا عملية الفومتينج انا ما بقدر اتنفس، لهيك لما يكون الفومتينج فيري لونج احيانا الواحد بكون بس بده يتنفس لانه اختنق. تمام. هسه في اشي خلص اتوقع وضحت بالرسمة، في اشي كان بالسوالوينج وهون مش موجود يلي هو الاليفيشن اوف ذا لارينكس. حكينا لما حكيت لكم حتى كل واحد يحط اصبعه عند الحنجرة تاعته ويبلع ريقه، رح يلاحظ انه في ارتفاع بالحنجرة. اما اثناء عملية الفومتينج ما بصير هذا الارتفاع. تمام. هاي الملاحظة حلوة حبيت انبهكم عليها. When the stomach is empty, antibristalsis waves may drive to the intestinal contents into the stomach as a bile juice. تمام. هسا فضيت المعدة ولسه في contraction ولسه في contraction ولسه الابدومينال وول بتضغط ولسه الديافرام بتضغط، شو ممكن يصير؟ ممكن الديودينام فيه عصارة. تمام. ممكن من contraction هاي الديودينام ترد ترجع المعدة وترد المعدة تطلعها وتصير عملية الفومتينج، وهاي العصارة او هذا الكونتنت بتميز بانه لونه اصفر. تمام. وحكت عنه الدكتورة انه احيانا اطفال بيكون عندهم فومتينج متكرر بالاخر بيعملوا فومتينج ليلو كونتنت. هاي اليلو كونتنت هي عبارة عن بايل جوس اللي هي العصارة، عصارة السمول انتستين، العصارة الموجودة بالديودينام. تمام. effect and complication of the vomiting. شو الأشياء الآثار والأشياء الأضرار يلي بتسببها الفومتينج؟ بيسبب الفومتينج dehydration، إشي طبيعي لأنه أنا بضني أتقيأ رح يقل عندي عملية كمية السوائل في جسمي، وهذا الإشي بيؤدي إلى dehydration. حكت الدكتور إنه the first step لما يجيني طفل أو أخص children، هي ركزت على children، لما يجوني إنه عندهم vomiting متكرر أنا the first step لازم أعمل له fluid replacement عشان أعوض كمية السوائل اللي هو فقدها. في عندي كمان إشي بصير الكاليميا. الكاليميا هسه بالجاستريك سكريشن، احنا هاي مثلا لو بدنا نحكي عن الاستوما. تمام. هاي الاستوما بالضبط، الاستوما خلينا
خلينا نحكي انه هاي الاستوما تمام، حكينا انه او رح نحكي بالجاستريك سكريشن انه هون في بارايتل وفي بيبتك وبيفرزوا ات سي ال تمام. هسه من المكونات الرئيسيه للكايم للجاستريك كونتنت يلي هو الات سي ال. طب انا ضليتني فومتينج وضليتني استهلك ات سي ال، نقص الات سي ال، فالات سي ال بده يترد يتصنع ريسينثيسيس. طب الريسينثيسيس شو رح ناخذ انها بعمليه الجاستريك سكريشن؟ رح يفوت مش هي الات سي ال، ات سي ال يلي هي H بلس زائد سي ال ماينس. طيب عشان يفوت للبارايتال سيل H بلس لازم انا بدل بفوت H بلس بطلع البايكربونات HCO3 ماينس تمام. انا استهلكت HCl كثير، رديت اخذت H بلس زيادة وطلعت HCO3 زيادة، رديت استهلكت HCl، رديت اخذت انا من البلاد طبعا H بلس وطلعت للبلاد HCO3 ماينس. هذا الاشي بسوي لي الكاليميا due to loss acid and the resynthesis of the acid is associated with increase alkaline tid in plasma. انا بطلع الكلاين تيد، حكت الدكتوره هو البايكربونات ايونز. طيب لما اطلع لما اظني استهلك الاتش بلس من البلاد عشان والله انا بدي اصنع اتسي ال، وكل ما افوت انا اتش بلس للسيلز للجاستريك وول سيلز يلي هي تحديدا البارايتال سيلز لازم اطلع اتسي او 3 عشان اعمل زي البفر انه اشي بفوت واشي بطلع تمام. هسه الاكاليميا ممكن تعمل ديكريز بالايونات كالسيوم ايونت وهذا الاشي بيسوي للتيتاني. طيب هسه المعلومه صراحه مش حاب اتوسع بس انه هسه الكالسيوم ايونز مهم عشان يعمل استابيلايز للصوديوم شانل بحيث انه والله فتحت قنوات الصوديوم تمام عشان تفوت صوديوم ويصير ديبولارايزنج. الكالسيوم ايونز لحد معين بتتحكم هي بالايون شانل الصوديوم شانل وبتحكي لها خلص وقفي ديبولارايزنج. فاذا فقد الكالسيوم ايونز راح يضلها الان اي شانل الصوديوم شانل مفتوحه دائما وراح يصير سيل ديبولارايزنج ايزلي، راح يضل عمليه الديبولارايزنج شغاله وسيل مور اكسيتابل، يعني بالتالي رح يصير في اكشن بوتنشن زيادة ما رح يتوقف، وهذا الاشي رح يؤدي للتشنجات واللي هو بنسميه احنا التيتاني. وهيك بنكون خلصنا المحاضرة الثانية. طبعا بتمنى اني اكون وضحت لكم المحاضرة وسهلتها عليكم. اي ملاحظة اي سؤال يعني ان شاء الله انا بالخدمة. وبالنسبة للمحاضرة الثالثة والرابعة محاضرات الدكتور أروى صراحة راح اكتب يعني راح يكونوا ما راح اشرحهم لانه هم نفسهم موجودات على نينجا نيرد، فانتوا بتقدروا تفتحوا الفيديو تاع نينجا نيرد وتفتحوا السلايد تاع الدكتور اروى وتتبعوا معه لانه هو بنفس الترتيب بنفس الشرح ونفس التبييض، حتى نفس التبييض هو بيحكي نينجا نيرد. بالتوفيق لكم جميعا وبتمنى لكم ان شاء الله اعلى العلامات في مديول الجي اي.